ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني، ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان، ولأضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني، هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني. الشيخ حسن يساعد على الزنا، تقدر تناظر يا منتصر يا زيرك، تقدر يا صوفي في صوفي تقدر يناظر، تقدر تدافع عليه عن الهوس وقلة الأدب دي، ودي كثيرة، والكتاب ده بتقدروا تنكروا، فهمت؟ الدار السودانية للكتب من هنا وانجو، فهمت؟ بجاي تمرق بالشارع ده، شارع واحد بينزلك في الدار السودانية في الجامع الكبير بتاع الخرطوم ده، شرقه طوالي تمشي على يدك الشمال مغابرة الأتراك، قدام طوالي ترقى الدار السودانية، بتفتح من 10 صباحا لغاية 4:30، كان زمان 4 قاموا ودوها نص ساعة زيادة، أنا امبارح كنت في الدار السودانية، وطبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وطبع طبعة توزع في ود مدني مكتبة ود مضوي، ده الدين بتاع الصوفية، تجي تفتح بلاغ، افتح بلاغ، قول قاعدين ينبذونا وأسلوبهم ما ظريف، هل أنا جيت قلت الكلام ده ولصقته في الصوفية ولا الصوفية قالوا دي كرامات شيوخنا؟ الناس تبقى عاقلة، أنت قلت دي كرامات شيخك، إنه كان أي واحدة بتاعت بارات ما الزباين قال له بيقوم يكتب لها، يزيد نسبة الفساد الأخلاقي بوجود الصوفية. قبل يومين ولا نهاية الأسبوع الفات ده كنا في الدمازين، جايين شغالين في الجامعة، واحد قال لي بالله اتكلم لنا عن واحد فكي قبضوه في الدمازين، قبضوه، واحدة جاته أظن يجلد لها ولا يكتب لها حجاب ما بعرف، لقى بها لقى براها قام زنى بها، فهمت؟ الفقهاء ده شغالين شغل عجيب، وزول درويش تلقاه بياكل في القدو قدو، بياكل في فهمت الحاجات الصعبه دي، ومعاه مره براها فهمت، وما معرس درويش فهمت، وماكل مهيوبه بتاعت فيتريته دي بدوها للنسوان الحوامل فهمت، وداير بعد داير الشيخ يعني داير يقريها صوره الاخلاص، انت بليد ولا شنو؟ السلف قالوا ما يخلو رجل بامراه ولو كانت مريم ابنه عمران ولو كان يعلمها القرآن، فهمت؟ لو كانت مريم ابنة عمران في عفتها ما بيجوز لك تخلو بها، يجوك الصوفية، وده كله باسم الدين، وده قننوا اليوم البرعي في كفر وزندقة سماها بعلم الظاهر وعلم الباطن، فهمت؟ يقول لك وإذا ألفيت منكرا في قولهم لمحرم أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم، يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. قال أبوك الشيخ لما يصافح المرأة الأجنبية عن البجوز لك الزواج منها، أنت كمسلم أنت عليك بالظاهر، الظاهر وشنو؟ هو ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده، ده قال لك ده كده معناه حرام، لأنه وكبيرة من الكبائر، لأنه ده ترتب على وعيد. الشيخ قال لك صح، أنت كزول ما ولي وأنت ما شيخ في الصوفية، ما زول مقدم وكده، أنت ما تصافح. أما أبوك الشيخ يصافح عادي، صافحين ليه؟ لأنه يقول لك الشيخ قلبه طاهر. طيب قلبه أطهر من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة تحل له. عشان كده شفت خراب العقائد، خراب العقائد يؤدي إلى خراب الأخلاق، وده لا نحن بنتكلم به في الصوفية. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.